يلاحظ على النائب سجاد سالم بأنه ينتقد القوى الشيعية بتطرف، لكن لا يتحدث عن السنة ولا على الكرد، رغم أن الكل شركاء في العملية السياسية سواء كان نجاح أو فشل. يعني المسؤولية الأكبر هو تتحملها الأحزاب الإسلامية الشيعية من 2003 ولغاية الآن، أخفقت في إدارة البلاد وأخفقت في رسم شكل علاقاتنا الخارجية، وأخفقت في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وسياسي. وأنا إذا أنتقدهم لأنه بيئة الوسط والجنوب أصلا اللي أنا متواجد بها هي تعاني ما تعاني من ويلات هؤلاء، فهم أولى بالنقد من غيرهم. قد تغازل السنة والأكراد حتى تحل بديل عنهم؟ يعني مو قضية أغازل السنة والأكراد، يعني هم إذا غازلتهم هو بالنهاية مواطن عراقي، يعني مثل ما أنا مواطن عراقي، هو أيضا يعني ما إذا أقمت علاقة مع مثلا شخص من الأنبار أو من التكريت أو من إدهوك أو من سليمانية، بالتالي هذا مو شخص خارجي، مو شخص أجنبي، هذا شخص عراقي وحقوقه والتزاماتي كمواطن عادي، بس هو كسياسي هو أخفق حال الإطار، حال الائتلاف العراقي الموحد. الكل يتحمل الإخفاق، ولكن النسبة الأكبر من الإخفاق منو يتحملها؟ تحمل الأحزاب الإسلامية الشيعية.